بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بجميع قراء ومستمعين مجلة جاك في ام الصوتية، وستكون هذه المجلة مطبوعة على ملف إلكتروني ويباع في فلاشة، وإن شاء الله في معرض الكتاب في القاهرة العام المقبل في جانيوري ستكون هناك نسخة من المجلة موجودة، وأيضا معها كتاب الكاتب سليمان كابو الطبعة السابعة Arabic for you. هناك عدد من النسخ إن شاء الله ستباع ٨٠٠ نسخة، سيكون الكتاب هدية مع المجلة والمجلة هدية مع الكتاب. يوميا إن شاء الله على اليوتيوب تجدون مواضيع هذه المجلة، وهي هامة جدا لكل من أراد أن يكتب بلغة المجلة وهي كما نرى أمامنا نطق عربي ثم كتابة العربي بالحروف الإنجليزية، كل كلمة في سطر عمود يعني، ثم المعنى باللغة الإنجليزية. يعني هناك ثلاثة أعمدة، وبدأنا بنموذج بسم الله الرحمن الرحيم. من يقتني المجلة يستطيع أن يكتب كتابه سواء شعر أو سواء قصص قصيرة، ويصدر منها كتاب باللغة الإنجليزية. هناك سبب لأن تكون الكتابة العربية بالأحرف الإنجليزية، وهذا السبب لضبط الكتاب. وأيضا السبب أن يكون المفهوم واضح للكتاب.
الهدف من هذه المجلة أن يتمكن الكاتب من كتابة الشعر أو حتى منظومة من كلامه، يبين فيها فكرته ومشروعه. وأيضا هناك فوائد سنتطرق لها في مواضيع المجلة، وهناك ضرائب مثل كيف يتمكن الشخص الذي يريد أن يكتب أن يخاطب نفسه وفكره، ثم يسمع العالم الآخر. من الجن وحتى الملائكة يتعلم كيف يتواصل معه. نضرب مثال للجن، طبعا في ناس لا يؤمنوا بوجود جن يستطيع هو أن يسمعهم، ولكن كثير من الناس يعلمون أن هناك جن، وقد ورد ذلك في العالمين. الحمد لله رب العالمين. فالعالمين هم من يسمع أوامر الله سبحانه وتعالى، وهم على أربع وجوه: الحيوانات والكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، علمها الله كيف تعيش وهو ما يعرف بالفطرة، يعني مثلا البهيمة مثال أكرمكم الله، البقرة أو حتى الوحوش. في الولادة الله سبحانه وتعالى دل الجنين كيف مثلا يتغذى مثل الإنسان، فدله على أخذ الطعام الحليب واللبن من ثدي الأم، هداه الله. يعني الأم لا تعلم طفلها الرضاعة، تضع على صدرها أو البهيمة يعني مثل البقرة حتى لا تستطيع أن تحمل. فهو استدل على مكان الرضاعة وبدأ يرضع. ثم المشي، لا البهائم لا تعلم أبنائها المشي، بعض البهائم تمشي بعد يومين من الولادة أو أكثر أو أقل. ثم النمو، أنه
وليد بن البقر يبدأ يعبد، يعني يفطم نفسه عن الرضاعة ويبدأ يعبد، وكذلك الطير كله. فهذا النوع من البهائم من العالمين هداه الله حتى يعيش ويصل لمرحلة يحمي نفسه بذلك من كل خطر يعني. فهو في الحساب يحاسب مثلا، معروف لو في بهائم اعتدت على بهائم كذا في آخر الزمان أو في الحساب هناك قصاص، ثم يكون ترابا يعني ما يدخل ما يعذب يوم الحساب، قصاص وانتهى. طبعا هذا الطرف، وفي طرف الأعلى الملائكة يفعلون ما يؤمرون، وكل الناس يؤمنون بالملائكة، يتلقوا الأوامر من الله سبحانه وتعالى خالق، ثم يفعلون ما يؤمرون، يعني لا يعصوا الله ما أمروا، ما يستطيعوا العصية. يبقى فئتين الجن والإنس، وفي صورة الجن، وأيضا في الكتب السماوية الأخرى في عن الجن، فهم مثل الإنس يؤمروا فيطيعوا، ومنهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، إلا يعني يعرفوا أوامر الله سبحانه وتعالى وما يطيعوا يخرجوا بها. فالإنس والجن مكلفين، وفي الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا معروف عند كل الناس. فإذن في اتصال بين الإنس والجن، وأيضا في اتصال بين الملائكة والإنس والجن، يعني عندهم لغة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قول الله سبحانه وتعالى. فلهم رسل، والإنسان حتى يعذب ولا الملك ولا الجن، يعني الملك لا يحاسب ولا يعذب، هم يعني يفعلون ما يقولون. أما الإنس والجن حتى يعذبوا لازم يبلغوا، وإذا بلغوا صارت الحجة، وكذلك الجن. في فرق بين الإنس والجن، عملية الولادة وعملية العمر. العمر الجن أعمارهم آلاف السنين. فنرجع لموضوع إنهم هم يسمعوا، الإنس بعض من الإنس يسمع الجن وبعض لا يسمع، بعض من الإنس يسمع الملائكة وبعضهم لا يسمع، أو الأغلبية العظمى لا يسمع الملائكة ولا يسمع الجن، وبعض من الناس يسمعون الجن، وأحيانا يتخبط الجن الناس يعني يبدأ يسمع ويكون في مكان معزول وكذا يخوف. فهنا الفائدة من كتابة اللغة العربية القديمة بالأحرف الإنجليزية حتى النطق يكون صحيح. بمعنى في أسماء للجن موجودة في القرآن، مثل هذه الأسماء شرثة، شرمة. طبعا هذا الكلام اللي أنا بقوله الآن في الأفلام، وهذا موجود مثلا بلاك آدم، موجود كلمة بيقولها وهو من آلاف السنين، يقول الكلمة دي تجي للقوة، يجوله أعوام. طبعا في الكلام هذا في شيء غريب، لكن مثلا كتاب شمس المعارف في أسماء الجن بنطقها الصحيح، فشرمة شرمة من شرمة
شرمة الجن لديهم ميزة يعني ممكن من جزء من الحروف يفتكروا، مثلا في جني عمره 1500 سنة سمع القرآن فسمع قل أعوذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسمعها دائما. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فلما نسمع شر ما، لأن شر ما يتعود الإنس والجن منها، شر ما خلق، شر ما لما نسمعها من شر ما يعرف من الناس كان معاهم وكذا والجن إنه هذا الاسم، فهم يتسموا بالأسماء الأسماء الجديدة، فسموا أنفسهم يعني ينادوا أنفسهم شر ما شر ما، فيسموا أبنائهم وكذا. فلو واحد عمره اسمه شر ما ناديت قرأت صحيح يعني من شر ما شر ما شر ما شر ما، ممكن كأنك أنت فممكن تتكلم وتسمع يعني ممكن استأنس بالكلام. ومن شر غاء شر غاء شر غاء اسم، لأنه اسمع شر غاء. لكن لو قلنا من شر ما من شر ما خلق من شر ما ما يصير، الإنسان لما يكرر، وخاصة هذه المعوذات نتعود منها. وذكرت شر من شر فقط 5 مرات في القرآن الكريم من شر، زي مثلا أن ترى كيف فعل ربك ذكرت مرتين، مرة عن الحضارة الكبيرة اللي جاءوا يهدوا مكة أبرهة الحبشي، كانت أكبر حضارة عندهم الجرأة يجوا مكة يهدوها ويأخذوا الكعبة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وبعدين ذكرت مرة أخرى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد برضو بي، هنا أصحاب الفيل وعاد. فالجن اللي يعرفوا هذا الشيء لما تقول ألم ترى كيف فعل ربك، لأنها أسماء في القرآن، الجن يعني كانوا حاضرين في الواقع. أما بعاد احتمال من الجن جالسين، طبعا هذه حضارتين هذه حضارتين ففيها العلوم والساينس، ممكن يكلم الشخص على أشياء خفية، مثلا أشياء في قصة الفيل خفية، ألم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فهم يعرفوا قد تكون تقنية طيرا أبابيل يعني قد تكون تقنية اللي هي هزمت أصحاب الفيل، قد تكون علم زي مثلا بلقيس لما نقل للعرش سليمان قبل أن يرتد إليك طرفه. فإن شاء الله، طبعا أنا أعرف قصص حقيقية، أعرف واحد كان يخاطب الجن ويسمع يرد عليه، كان يقول أجيبوا أيها الأخوة، إن شاء الله نذكر القصص هذه، أما فهي مجربة يعني في ناس يستطيعوا، واللي يستطيع يتعامل مع الجن اللي يسمعه، ولا الجن موجودين يعني لو سمعتهم تسمع الكلام الجن يكلموك يعني تطلب منهم حاجة يدوك الخبر. ألقاكم في حديث آخر، شكراً.